بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة الخامسة في مقرر علوم السلوكية حنتناول بعض المواضيع اللي هي حول التعلم وخصائص التعلم بالإضافة إلى بيئة الفرد ومبادئ الفرد، نظريات التعلم، أيضا التعليم ومقارنة بين التعليم والتعلم. زي ما نقول احنا التعلم احنا نقوله من المؤثرات النفسية في السلوك، اللي هي حسب النظرية زي ما خدينا في بعض المقررات الأخرى كمبادئ التسويق اللي تكلمت على النظرية الاقتصادية سلوك المستهلك، وبنيت على وجود خمسة احنا نقوله عليها من المؤثرات النفسية في السلوك، من الشخصية إلى التصرف إلى التعلم والإدراك والدوافع. طبعا هذه مؤثرات مهمة جدا في مجال السلوك وتحديد السلوك فيها، اللي هو عملية التعامل سواء مع الزبائن أو العملاء في المؤسسة أو في المنشأة، اللي ممكن تكون في تعامل مباشر في طرق أو الوسائل اللي ممكن يلتزم بها احنا نقوله المعاملة في ردود الفعل من خلال زي ما نقوله العملاء والزبائن في تصرفاتهم، اللي هي حول الإدراك زي مثلا نقوله الدوافع والشخصية أو شخصية الإنسان كيف مبنية، وردود الفعل مدى الاستجابة للمؤثر اللي ممكن يأثر فيه. فهذه أشياء مبنية من خلال السلوك ومهمة جدا في مراعاتها ومعرفتنا لها في مجالاتنا في الإدارة أو حتى في المجالات الأخرى، سواء على سبيل المثال في إدارة الأعمال، في مجال إدارة التسويق، إدارة أو في الإدارة المالية أو في التجارية المشتريات، هذه كلها إذا كان فيه معاملات حتى مع العاملين أنفسهم داخل المنشأة أو المؤسسة، في طرق التعامل وردود الفعل وتوقعات ومدى الاستجابة لهذه التصرفات اللي يبنى عليها هذا الـ هذه المؤثرات تبنى على هذه المؤثرات. فشيء مهم جدا في هذه المجالات اللي هي أن نطرق لها من خلال التعلم، معرفة الخصائص الخاصة بالتعلم، البيئة للفرد كيف يتصرف وكيف يتعامل، كيف يتلقى المعرفة والعلوم، أيضا مبادئ الفرد كيف الأشياء اللي ممكن يبنى عليها، أيضا نظريات التعلم الخاصة بالتعلم والتعليم. طبعا التعليم ما وصل إليه من خلال التعليم الإلكتروني الحديث واستخدام التقنية الحديثة في عملية التعليم، ووضعت المقارنة بين التعليم والتعلم ويتم توضيح هذا الفارق فيما بينهم، وحنعرف شن هو التعليم وشن هو التعلم بشكل أوسع. التعلم طبعا قبل ما نجي ونعرف التعلم حنعطي فكرة ولو بسيطة حول التعلم كمدخل لمفهوم التعلم، ونقدر نعرف أو نقدر نتعرف على التعلم أكثر. فنقول التعلم أنه هو بيمثل أهمية خاصة في دراسة السلوك الإنساني طبعا في المنظمات الإدارية، على اعتبار أن سلوك الفرد هو نتيجة لعوامل آنية بيخضع لها الفرد خلال ممارسته لحياته أو لعمله، ما هذا بالإضافة إلى أن سلوكه هو نتيجة لخبرات ماضية هذه أتت وجاءت من تفاعل الفرد مع البيئة. فالفرد بيخضع في سلوكه لمؤثرات زي ما نقول مؤثرات آنية موضوعية تتبع أو تتبع من داخل أو تنبع من داخل ذاته كالدافعية والإدراك والإمكانات والقدرات، كذلك العوامل البيئية محيطة به. زي مثلا مخزون السلوكي عند الفرد يعني بيكون هو حصيلة لخبرات سابقة ونتيجة مباشرة لما تعمله أو تعلمه الفرد يعني أو مر به في حياته خلال تفاعله اجتماعيا مع البيئة المحيطة به. طبعا تعلم اللي هو نوعين يقول عليهم، في من تعلم مقصود وهو ما يحتاج إلى دراسة ومجهود وتدريب متصل وإصرار على تحصيل معلومات معينة دون غيرها، أما التعلم غير المقصود اللي هو نقول عليه التعلم العارض
وهو كل ما يحصل عليه الفرد من معارف وأفكار واتجاهات من خلال شنو تعايشه في داخل البيئة، التعايش الاجتماعي، تفاعله مع أبناء جلدته، فضلا عن أن العوامل الوراثة تحسنه حيث تبدأ عملية التعلم منذ الشهور الأولى للطفولة. طبعا التعلم تغير ثابت من الفرد يتضح أثره في نشاط الفرد، مما يؤثر على إدارة عمله وطريقة تفكيره، وهذا الثبات نسبي غير مطلق. ومفهوم التعلم يعتبر من أهم المفاهيم المساعدة في تحليل السلوك الإنساني، بحيث أنه هو بيوفر إلى حد ما فهم أساسي للعمليات النفسية اللي بتحدد السلوك الإنساني. فلو نجي هنا للتعلم من خلال بعض التعريفات، تقريبا خدينا 4 تعريفات اللي ممكن نتكلم فيها على التعلم. فالتعلم هو عملية اكتساب أو عملية اكتساب الوسائل المساعدة على إشباع الحاجات والدوافع وتحقيق الأهداف، وهو كثير ما يتخذ صورة حل المشكلات، أي أن يكون للمتعلم هدف واضح يتجه إليه بنشاط فيعمل كل ما في وسعه الوصول إلى الهدف. يعني من خلال تعريف التعلم، هذا التعريف الأول، وقلنا هو اكتساب الوسائل، في وسائل مساعدة على إشباع الحاجات والدوافع عند الإنسان وتحقيق الأهداف، وهو كثير ما يتخذ صورة حل المشكلات، أي أن يكون للمتعلم هدف واضح بيتجه ناحيته أو يتجه إليه بنشاط فيعمل كل ما في وسعه للوصول إلى تحقيق هذا الهدف. النوع الثاني من تعريفات التعلم هو عملية تغيير ثابت نسبيا في السلوك ينشأ عن نشاط يقوم به الفرد عن طريق الممارسة أو التدريب والملاحظة. يعني هو عملية تغيير ثابت نسبي في السلوك بينشأ النشاط يقوم به الفرد عن طريق الممارسة أو التدريب. أيضا ممكن تكون ملاحظة ولا يكون نتيجة عملية النضج الطبيعي أو ظروف عارضة كالتعب أو الإصابة الجسمية. أيضا التعلم هو التغيير النسبي في السلوك نتيجة للخبرة والتجربة، يعني تغيير نسبي في السلوك والتصرفات، وهذا بينتج عليه الخبرة والتجربة اللي مر بها الإنسان أو يمر بها الإنسان. أيضا التعريف الرابع هو التغيير المستمر الذي يطر على سلم المعرفة لدى الفرد، مما يؤدي إلى تغيير لأي موقف بالشكل الذي يضمي توافقه وتكيفه مع مقتضيات ذلك الموقف تحت تأثير الخبرة المكتسبة. فهذا هو التعريف، يعني آخر نقول عليه، هو تغيير مستمر يطرا على سلم المعرفه من خلال المعارف اللي حصلها الانسان لدى الفرد، مما يؤدي الى تغيير لاي موقف بالنسبه للشكل اللي يضمي او يوافق وتوافق وتكيف مع مقتنيات او مقتطفيات او مقتطفات ذلك الموقف تحت تاثير الخبره المكتسبه. وقد يكون هذا التعبير ايجابي او سلبي، او ممكن يكون حتى هدام. اما التعليم فهو عمليه اكتساب معارف. شوف فرق بين التعلم، التعليم هو اكتساب معارف ومعلومات جديدة، لكن ليس من الضروري أن يكون له انعكاس على السلوك الفردي. هذا بالنسبة لبعض التعريفات للتعلم. نجي ممكن النقطة اللي بعدها نتعرف على خصائص التعلم. لو نجي لخصائص التعلم، طبعا من خصائص التعلم حدوث تغيير في السلوك، طبعا لأن خبرات التعلم هي اكتساب زي ما قلنا المعارف والمهارات وأنماط السلوك والعادات والتصرفات الاجتماعية، كما تشمل الاتجاهات النفسية والولاءات والقيم والمثل والأخلاق. والتعلم سواء كان حركي أو اجتماعي أو ذهني يتضمن التغيير، وليس بالضرورة التحسن في السلوك. وتوضح يعني بعض من خلال توضيحنا للتعلم في التغيير في السلوك، طبعا يتوضح أو يوضح في الثبات النسبي للتغير ينتج عملية التعلم، ولابد أن يكون ثابت نسبي حتى يمكن اعتباره تعلما، مع استبعاد المتغيرات السلوكية المؤقتة زي الجوع مثلا وغيرها. يستبعد منا مثلا النضج والنمو الطبيعي للإنسان هنا، لأن لابد من توفر نوع معين من الخبرة والتجربة حتى يمكن للتعلم أن يتحقق. أيضا التغييرات السلوكية التي لا يشملها التعلم، أيضا بيعزز التدعيم ويصاحب الخبرة والتجربة اللي ممكن
تمكن تعلم التحقيق وحتى لا يختفي السلوك المتعلم بعد فترة من الزمن. هذه بالنسبة لي بعض خصائص التعلم زي ما قلنا عليها اللي هي حدوث تغيير في السلوك، وذلك لأن خبرات التعلم هي اكتساب المعارف والمهارات، وإنما السلوك والعادات وإنماط السلوك والعادات والتصرفات الاجتماعية بتشمل كما تشمل الاتجاهات النفسية والولاءات والقيم والمثل والأخلاق. نجولي شروط التعلم. طبعا من ضمن شروط التعلم اللي هي تمثل في توفر العناصر التالية، شنو هي العناصر اللي ممكن تتوفر فيها؟ أولها وجود دافع أو رغبة تحمل الفرد على التعلم. أيضا النضج الطبيعي اللي يتيح للفرد على التعلم. طبعا هنا لو نجو نقوله وجود دافع أو رغبة بتحمل الفرد على التعلم، بيتوضح ذلك في أنه كلما كانت رغبة الفرد قوية كلما كان التعلم أسرع، ذلك لأن الدافع وراء هذا التغير أو هذا التغيير في السلوك هو نابع من داخل الفرد في حاجة، دفع من داخل الفرد من حاجة غير مشبعة لدى الفرد. أيضا النوع الثاني قلنا عليه شروط التعلم اللي هو النضج الطبيعي الذي يتيح للفرد القدرة على التعلم، يعني كلما كان النضج تام بتوفر لدى الفرد القدرة على الإفادة من المواقف والخبرات المؤثرات اللي بتزيد من فاعلية عملية التعلم، وتتمثل قدرته الذهنية في قابلية الذهنية والعقلية على تقبل المعلومات والخبرات والقدرة العضلية والبدائية معا بالنسبة لها. هذا بالنسبة لي تعلم وشروط التعلم وخصائص التعلم. نأتي الآن إلى بيئة الفرد. بيئة الفرد تكمن في عملية التعلم الفردية أو عملية فردية، إلا أنها بتتأثر بالبيئة المحيطة بالفرد وأيضا توافق مع هذه البيئة والظروف، زي مثلا ظروف العمل وعلاقاته برؤسائه ومرؤوسيه. طبعا يرجع هذا كله لطبيعة عملية التعلم لأنها محاولة من جانب الفرد للاستجابة إلى بعض المؤثرات بغية تحقيق ما يسعى إليه وما يسبو إليه وما يرتبط بالبيئة المحيطة بالفرد من نظام التعزيز والتدعيم لعملية التعليم والتعلم، أو يتعلم الإنسان مختلف أنواع السلوك حسب ما هو الشكل الموضح أمامنا، اللي هو نقوله هنا تبدأ بتعلم أو يتعلم الإنسان أنماط سلوكية ظاهرة تتضمن أفعال وتصرفات وأنماط اتصال وأساليب وطرق سلوكية، بتأتي إلى بعدين لتصرفات وأشكال سلوكية مثلا جديدة. أيضا يتعلم الإنسان أنماط سلوكية داخلية باطنية من داخل سواء الوجدانية وغيرها، وتشمل طرق التفكير زي ما نقوله والقيم والعادات والتقاليد والاتجاهات والأفكار. هذه بتأتي إلى تصرفات وأشكال وتؤدي لتصرفات وأشكال سلوكية نقول عليها تكون جديدة. يعني هذه بيئة الفرد، البيئة اللي ممكن يكون خلالها في من خلال تصرفاته من خلال تعامله من خلال بعض الأفعال والطرق اللي ممكن يتعامل بها من خلال هذه البيئة في التعلم، والطريقة اللي ممكن تحدد بها أنواع سلوكه اللي ممكن يتصرف بها أو تتشكل عنده، سواء منها زي ما قلنا الظاهرية من التصرفات وسواء في اتصال أو تواصل مع آخرين، وأساليب وطرق سلوكية ممكن يتصرف بها ويتحقق بها ويتعامل بها مع الآخرين، بالإضافة للأنماط السلوكية اللي قلنا عليها الداخلية وتكون داخلية باطنية أو وجدانية زي التفكير وإحنا نقول القيم اتجاهات عادات تقاليد متعارف عليها هو الإنسان وعايش فيها وخلال من خلال البيئة المحيطة به. هذه كلها سواء الأنماط الداخلية والظاهرية بتأدي لتصرفات وأشكال سلوكية نقول عليها جديدة. هذه بالنسبة لي إحنا نقول بيئة الفرد. مفهوم بالنسبة للجماعة وأهميتها بالنسبة للمجتمع، إنما يميز الإنسان نحن نقوله
الحيوان وجوده في جماعة بشرية زي ما قلنا في السابق، ليه بناء ثقافي معقد يرتبط معها في علاقات معقدة ومنظمة، وبتهذب غرائزه يعني، بتخليه كطريقة منظمة في حياته في معيشته، ليه صفة الإنسانية، بتوفر له سبل الارتقاء تقدم. علم النفس الاجتماعي فرع من احنا نقوله متخصص من فروع علم النفس العام، بيركز على دراسة التفاعل بين الفرد بما له من خصائص والجماعة بما تمثله من معايير وقيم ومعتقدات. زي ما قلنا هنا خصائص الجماعة فيها عدة خصائص بالنسبة للجماعة. الخاصية الأولى اللي هي وحدة المعايير والقيم. طبعا الجماعة في وحدة المعايير هي بتوجه سلوك كل فرد من أفرادها في تفاعله مع الآخرين ومع البيئة المحيطة والبيئة اللي يعيش فيها، يعني كيف فيه قيم، فيه معايير اللي هي تحد من تصرفات أو سلوك الإنسان أو الفرد، وبتوجهها في تفاعله مع الآخرين المحيطين بها والعايشين معاه في نفس البيئة أو الزملاء في مجال العمل وغيره. أيضا وظيفة القيم والمعايير اللي هي أولا تكون إطار مرجعي ينسب أفراد الجماعة سلوكهم إليه، ويحدد توقعاتهم من سلوك زملائهم نحوهم. يعني هي بتدير إطار مرجعي للأفراد اللي هم ينتسبوا لهذا الإطار هذا، زي ما قلنا سواء في مكان عمل أو في منطقة أو في مكان البيئة المحيطة اللي عايشين فيها وغيرها، وبتحدد سلوكهم وينسب أفراد الجماعة سلوكهم إليه، ويحدد توقعاتهم من سلوك زملائهم نحوهم. أيضا بتحدد القيم والمعايير مكانة الفرد في الجماعة بمقدار ما يدافع عنها ويتمسك بها ويتخذها أسلوب لحياته أو أسلوب لحياته وموجها لسلوكه. يعني أن الفرد يعتبر أو نقول عليه بتحدد القيم لمكانة هذا الفرد أو مكانته الاجتماعية داخل الجماعة هذه بمقدار ما يدافع عنها ويتمسك بها وانتمائه لها في حياته وخلال تصرفاته وتعامله معه. أيضا النقطة الثانية من الخصائص هي وحدة الهدف اللي تسعى الجماعة لتحقيقه. طبعا هدفها هو إشباع حاجات زي ما نقول الأمن الغذائي، الأمن القومي، هذه إشباع حاجات عند الأفراد كهدف من أو من خصائصها وحدة الهدف. طبعا الجماعة عندهم هدف مع بعض، وهدفهم هو إشباع حاجاتهم مثلا سواء في الأمن والأمن والأمن الأمان والأمن والأمان وما يطلق عليه الأمن الغذائي والأمن القومي. الجماعة من خصائصها أيضا هي كيان قالوا عليها دينامي حي، وأفراده في حالة تفاعل مستمر. كيان دينامي اللي هو في دينموية، يعني الدائمية فيها، ديمونة ديمونونية اللي هي الاستمرارية، وأفراد في حالة تفاعل مستمر، فهي كيان وليه مكان وليه وجود وليه تأثير في المجتمع. أيضا وجود احنا نقوله يسموا فيه نمط تفاعل ثابت ومنظم، لأن لها نمط منظم في تفاعل عند لها نتائج بالنسبة لأعضاء الجماعة، ويكون التفاعل إما صريح أو ضمني بالتوحد والارتباط. الجماعة الدينية مثلا عندهم توجه، عندهم تفاعل زي ما قلنا صريح أو ضمني معلن عنه أو يكون ضمني خاص بهم، وليهم يعني صفة التوحد فيها ارتباط، يعني زي الجماعة الدينية مثلا. أيضا وجود بناء للجماعة، بناء الجماعة قوامه الأدوار الاجتماعية والمراكز الاجتماعية، وهذه وجودها في المجتمع سواء في مراكز في أماكن لها تأثيرها وأماكن حساسة مثلا. من ضمن خصائصها السادسة وجود طريقة للاتصال، هي خاصة اللغة والرموز. الجماعة تمتاز يعني زي ما نشوفه احنا في بعض الدول، أو لها لغة ولها تتفاهم مع بعضها برموز معينة. فهنا كيان الجماعة خاصة لها بلغة معينة ولها رموز معينة ولها خصائص معينة تميزها على باقي الجماعات الأخرى.
أيضا وجود قيم ومعايير وحاجات مشتركة. الجماعة لها بعض القيم والمعايير، وعندها حاجات تكون مشتركة بتؤدي لضبط التفاعل بين أفراد الجماعة الواحدة أو المجموعة الواحدة من جهة، وبين الجماعة أو المجموعة أو الجماعات الأخرى من جهة ثانية، زي مثلا الأسرة والجيش وغير ذلك، وهي تجمعات بشرية بتمثل جماعة. فالجماعة زي ما قلنا هذه من خصائصها، هنلاحظ المعايير ونلاحظ وحدة الهدف ونلاحظ وحدة النمط والتفاعل، البناء والطريقة الاتصال والقيم والمعايير. فالجماعة إذا توفرت فيها هذه كل الأشياء الخصائص تعتبر كمصدر قوة، كمصدر كيان له تأثير، له واقع، له يعني وجود، ككيان ممكن الشخص اللي ينتمي للجماعة هذه، الجماعة هتدافع عليه، هيحقق أهدافه من خلال الجماعة، هيحقق مكانته ومراكزه الاجتماعية اللي هو من خلال الجماعة، يحدد مهامه وأهدافه وإحنا نقوله حياته واستمراريته في الحياة وإحنا نقوله الرفاهية عنده، هيكون من خلال الجماعة اللي يكون عايش معها. نجي لأسباب نشأة الجماعة. زي ما قلنا أسباب نشأة الجماعة لها أسباب، اللي هي عضوية الجماعة تشبع الحاجات الاجتماعية للفرد. زي ما قلنا الفرد اللي ينتمي للجماعة يبقى يقدر يحقق حاجاته ورغباته وكل ما يسبو إليه عن طريق الجماعة. فعضوية الفرد بالنسبة للجماعة، عضوية الجماعة تشبع حاجات اجتماعية بالنسبة للفرد. الحاجات الاجتماعية يعني أشياء كثيرة داخل المجتمع أو حياته الاجتماعية ممكن يحققها من خلال الجماعة. أيضا النقطة الثانية، تساعد الجماعة في حل مشاكل العمل والدفاع عن مصالح الأعضاء. الجماعة بتساعد في حل المشاكل. شنو مشاكل؟ مشاكل مثل العمل، الدفاع عن مصالح الأعضاء، أعضاء الجماعة المنتسبين للجماعة. يعني حتى في العمل تلقى بعض احنا نقولوا المشاكل اللي تحصل لمثلا طرف او شخص او نقولوا العامل او موظف، فتلقى الزملاء او المحيطين زملاء يوقفوا معاه في حل مشاكل، سواء مشاكل اذا كان ماديه او معنويه او غيرها، فهم يحيطون به ويقدمون له كل وسائل المساعده. ايضا الدفاع عن مصالح الاعضاء، يعني اذا كان في مشاكل او في تهديدات خارجيه لطرف او شخص من هذه الجماعه، يقوم هم بالدفاع عنه وعليه مصالحه بشتى الطرق. النقطه الثالثه اللي تمنح الجماعه فرصه الخلق والابداع والابتكار وتحقيق السلوك المقبول. الجماعه بتساعد، تكون عامل مساعد في اتاحه الفرص لخلق والابداع وتشجيع الناس اللي عنده فكره ابداع وابتكار، تحقيق سلوك مقبول. إذا كان في سلوك مقبول وفي أشياء كويسة ينادي بها عضو الجماعة، فهم ممكن تلقى الجماعة تساعد وتكون تمنح هذه الفرص. النقطة الرابعة هي عن طريق الجماعة يتحقق الفهم والمشاركة الوجدانية وإثبات الذات للأعضاء، ولذلك يشعرون بالانتماء لها. من خلال الجماعة ممكن يتم تحقيق عمليات الفهم والمشاركة سواء من أطراف نقول أعضاء الجماعة، إذا كان عندهم آراء وأفكار، وإحنا نقول هو إثبات الذات يعني الاحترام والتقدير لكل شخص. فهنا كل ما يكون فيه تقدير ويكون فيه احترام لأعضاء الجماعة، هنا يشعروا أعضاء الجماعة بالانتماء لها دون الخروج عن هذه الجماعة. النقطة الخامسة، يتحقق التطابق بين الأعضاء، فهم يشاركون أو يتشاركون بدرجة كبيرة في القيم والاتجاهات والأهداف. هذا مما يسهل عملية المساومة الجماعية مع الغير. فهنا زي ما قلنا يتحقق يعني كل ما هو بين الأعضاء، فهم يتشاركون سواء في قيم اجتماعية، في اتجاهات، في أهداف. هذا كله بيسهل عملية المساومة الجماعية مع الغير، يعني يعطي قوة احنا نقوله للمجموعة تجاه الغير أو تجاه الآخرين. أيضا سيكولوجية الجماعة
فهنايا الجماعة بتحدد الظروف النفسية أو السيكولوجية اللي يعيش فيها الفرد، بحيث يقدم الفرد خبراته ومهاراته وقدراته بالنسبة للجماعة التي ينتمي لها، ويمثل ذلك في محاولاته للإبداع أو نظرته إلى الذات. زي ما قلنا غالبا ما يختار الفرد قيم وثقافة، ثقافة الجماعة اللي بتوافق مع قيمته وثقافته، قيمه وثقافته، ويعزز الجانب النفسي عند الفرد في عمله الإداري عدة أمور، منها الترقية مثلا والأمن الوظيفي والنمو الوظيفي زي ما قلت قبل شوية، وتحقيق الذات والسلامة المهنية وبيئة العمل المريحة، أيضا احترام الرؤساء وزملائه، تؤمن الجماعة للفرد بعض الحاجات النفسية اللي هي تمثل في احنا نقوله إشباع حاجات الفرد للصداقة والدعم والحاجة للانتماء وتحقيق الذات، بحيث يشعر بقيمته عندما ينتمي إلى هذه الجماعة. أيضا يسد حاجته لتنفيس عما يجري بداخله بسبب مشاكل نفسية وضغوط نفسية والاجتماعية اللي يكون يعاني منها. أيضا حاجة الفرد إلى معرفة بعض المعلومات مثلا، أيضا الفرد إلى حاجة للتعاون والمتبادل. طبعا مميزات الجماعة اللي هي قوة الجماعة على الفرد، من قوة الفرد على الجماعة، أيضا سلوك الجماعة لا يساوي مجموع سلوك جميع أعضائها. فالجماعة الجماعة لها عقل جماعي يختلف في طبيعته عن عقول الأعضاء المكونين لهذه الجماعة. كل عضو في الجماعة وينتمي لهذه جماعات مثل جماعة الأسرة وجماعة العمل، جماعة الأصدقاء وغيرها، أيضا بتمارس الجماعة ضغطا على العضو، مما يضطره إلى تحرير سلوكه ورغباته حتى يتم الانسجام بينه وبين بقية أعضاء الجماعة. القيم والمبادئ اللي وصفتها الجماعة لنفسها تتمثل حدودا لعلاقة الفرد بهذه الجماعة. أيضا من السهل نقول تحقيق الأهداف الإدارية إذا سادت روح الألفة والتعاون بين الأعضاء وبين أعضاء جماعة العمل. أما إذا كان سادت الفرقة والعداء فسوف يؤدي إلى فشل الإدارة في تحقيق أهدافها. أيضا لا يتوقف احنا نقول هو تفاعل أعضاء الجماعة على الخصائص اللي يمتاز بها كل فرد، بل يتوقف على عناصر البيئة في جو العمل. فالفرد لا يخرج عن الجماعة، الفرد دائما احنا نقول اللي بيه بيه الجماعة. فتأثير الفرد على او تأثير الجماعة على الفرد حنتكلم عليها من ضمن الأشياء اللي ممكن نمر بها في الجماعة. أيضا ممكن أهمية الجماعة بالنسبة للفرد زي ما قلنا، اكتساب الفرد احنا نقوله معايير السلوك. أهمية الجماعة بالنسبة للفرد أولها اكتساب معايير السلوك، ففي إطار الجماعة يتعلم الفرد والمعايير والموجهات لسلوكه بما يسد حاجاته الاجتماعية والفردية. هذه أهمية الجماعة بالنسبة للفرد، يعني ممكن اكتساب معايير سلوك في إطار الجماعة يتعلم الفرد والمعايير والموجهات لسلوكه، هذا بما يسد حاجاته الاجتماعية والفردية. أيضا نمو التفكير واكتساب خبرة الجماعة هنا بيساعد الفرد على حل مشاكلها ومشكلاته. هذه كلها الحاجات اللي بيتحصلها من الجماعة، سواء بيتحصل على الخبرة، اكتساب خبرة، اكتساب أشياء كثيرة من الجماعة يستمد منها القوة ونحن نقول الخبرة في الحل المشاكل اللي ممكن تواجهها. أيضا اكتساب فلسفة خاصة بالحياة تجعل لوجود الفرد معنى ومبرر. فوجود الفرد داخل الجماعة تعطيه فلسفة الحياة، تعطيه روح انتماء، تعطيه دافع لبقاء مع هذه الجماعة، وهي اللي بتدفعه وهي اللي بتنهض به وهي اللي بتساعده، فبالتالي هو يشعر بالحياة، يعني يحس بوجوده، وجوده ليه معنى وليه مبرر، ما هوش من فراغ، ليه تأثير، ليه يعني حسب أسلوبه في الحياة. أيضا اكتساب قوة تواجه بها الحياة كأفراد. الجماعة زي ما قلنا تعتبر مصدر قوة للأفراد اللي ينتموا لها حتى يواجهوا بها الحياة، ظروف المعترك الحياة، الظروف اليومية اللي ممكن يمروا بها، فأي مشكلة، فأي احنا نقولوا خلل، أي نقص
للفرد داخل حياته في مجاله في توفير قوت يومه، إذا ما كان هو بحاجة إلى مساعدة فيجد الجماعة دائما له في المساعدة وتنهض به. أيضا إشباع حاجاتنا مثل الأمن والاطمئنان والانتماء، طبعا الإنسان بحاجة إلى الانتماء، بحاجة للاطمئنان، بحاجة للأمن، أمان، هذه كلها في كان في الجماعة هيحس بها وحيعيشها من داخل الجماعة. كل مكان مع الجماعة كل مكان بيحس بالوجود وبالأمن اللي ممكن يعيش فيه والاطمئنان والانتماء، وعنده فعلا كأسرة الجماعة زي الأسرة اللي ينتمي ليها ويستنشق منها كل أصول الحياة ونقول الرفاهية وغيرها وما يحتاجها. أيضا النقطة السادسة والأخيرة من أهمية الجماعة بالنسبة للفرد، الشعور نقوله بالرضا في عملنا كأفراد مع الجماعة نتيجة إشباع حاجاتنا. يعني الشعور بالرضا في عملنا كأفراد مع الجماعة نتيجة إشباع حاجاتنا، يعني طالما تحصلنا على كل ما نحتاج من الجماعة سواء في المساعدة سواء الانتماء سواء حل مشاكل غيرها، فهنا الإنسان أو الفرد يشعر بروح الرضا أنه هو فعلا راضي على وجوده في الحياة مع هذه الجماعة كفرد من الجماعة، طبعا نتيجة لإشباع كل الحاجات اللي ممكن يحتاجها، ويلقى دائما الجماعة معاه في كل نقوله إذا كان زي ما قلنا مشاكل توفير أشياء غيرها، فالجماعة تعتبر كعامل أو مساعد لهذا الفرد. فأهمية الجماعة بالنسبة للفرد تتمثل في 6 نقاط، هي اكتساب معايير السلوك ونمو التفكير واكتساب خبرة الجماعة، أيضا اكتساب فلسفة خاصة بالحياة تجعل الفرد أو تجعل وجود الفرد معنى مبرر، أيضا اكتساب قوة بتواجه بها الحياة كأفراد، أيضا إشباع حاجاتنا مثل الأمن والأمان والانتماء والاطمئنان وغيرها، أيضا الشعور بالرضا عن عملنا أو في عملنا كأفراد مع الجماعة نتيجة إشباع حاجاتنا. نأتي الآن إلى مبادئ التعلم. مبادئ التعلم طبعا من ضمن المبادئ فيها يعني لو نجي تجربة أو نقول من نوع تكون مبادئ التعلم من تجربة تكسب الإنسان سلوك جديد، أيضا النوع الثاني من خلال تجربة اجتماعية يمر بها الإنسان بتؤدي لوصول معلومات جديدة. يعني يتكون المبادئ التعلم تتكون من أولها ممكن تكون تجربة بتكسب الإنسان سلوك جديد، يعني بتزيد سلوك آخر جديد، أيضا ممكن من خلال تجربة اجتماعية لعيش فيها الإنسان والفرد بشكل مباشر وغير مباشر بتؤدي لوصول معلومات جديدة، غير أنه يمكن أن يتم التعلم في حال تحقيق المبادئ التالية. مثلا مبدأ الهدف، وذلك في أن الإنسان يسعى لتحقيق الأهداف يرغبها، وهذا لابد من وجود هدف حتى يحدث التعلم. أيضا مبدأ الاستجابة هنا يتضمن تغيير الإنسان لسلوك ما واستبداله بسلوك آخر، يعني يكون لمؤثر ما، مثلا استجابة لمؤثر ما. في مبدأ العوامل المتعددة، ويعني وجود تكامل مجموعة من العوامل حتى يحدث التعلم، يعني حتى يحدث التعلم زي مثلا الخبرات السابقة، مثلا الإدراك الجيد، وضوح النتائج المترتبة على السلوك الجديد مقارنة بنتائج السلوك الحالي. النقطة الرابعة مبدأ الرغبة، وهنا عندما يرغب الإنسان في تحقيق أهداف بيسعى إليها أو يسعى إليها بسرعة أو يسرع في التعلم بطريقة أفضل. في النقطة الخامسة اللي مبدأ الوضوح، ومبدأ يقول عليه مبدأ الطاقة، مبدأ الوضوح، وهنا تكون العلاقات والمواقف بين الأشياء واضحة بتسرع بقابلية الإنسان في التعلم. مبدأ الترابط حتى هو من ضمن المبادئ للتعلم. الترابط هو عندما يكون في حال الترابط تجارب ومفاهيم واتجاهات الإنسان وخبرته، أي أن قدرة الإنسان على التعلم تتوقف على ما سبق تعلمه. نجو مثلا للنقطة 8 مبدأ التوافق، وهي بتمكن الإنسان
تحويل خبراتي بين المجالات المتوافقة فيها. أيضا التاسع لمبدأ الجماعة اللي هو تعلم التأثر بالجماعة اللي ينتمي لها الفرد، يعني الفرد لا يخرج عن الجماعة زي ما خدينا في مبادئ التسويق، في مقرر مبادئ التسويق دور الفرد بالنسبة للجماعة، أن الفرد لا يخرج على الجماعة، وإلا إذا كان خارج على الجماعة يعتبر حالة شاذة. فهنا يتعلم ما هو حسب انتماء لهذه الجماعة، يتعلم نفس التعليم اللي ممكن موجودة مع هذه المجموعة. النقطة العاشرة والأخيرة هي مبدأ معرفة النتائج، اللي هو إذا شكل نتائج السلوك الجديد حافز، يعني بتشكل حافز لسرعة التعلم. يعني النتائج كل ما تكون نتائج كويسة كل ما تكون حافز، أو نقول عليه حافز لسرعة التعلم. نجي النقطة اللي بعدها في نظريات التعلم، تصنيف الجماعات وأنواعها. طبعا تصنيف الجماعات، فيه الجماعات الأولية وفي جماعات ثانوية، ويقوم تصنيف الجماعات إلى نقول مثلا إلى أولوية وثانوية، أو نقول أولية وثانوية على أساس أسبقية ظهور الجماعة في حياة الفرد. أسبقية ظهور الجماعة في حياة الفرد. الجماعة الأولية مثل الأسرة ورفاق، احنا نقول اللعب. الجماعة اللي تسبق نقول الجماعة الثانوية، احنا نقول زي الأحزاب السياسية، الهيئات العلمية، النقابات المهنية، من حيث الظهور في حياة الفرد والتأثير في تكوينه. أيضا يسبق الجماعة الأولية ظهور الجماعة الوثقي اللي يقول على الأم وطفلها، الزوج والزوجة. يسبق الجماعة الثانوية ظهور الجماعة الوسطى اللي هي سكان الحي، زملاء العمل. فهذه جماعات نقول عليها جماعات أولية وجماعات ثانوية. الأولية اللي زي ما نقول أسبقية الظهور فيها، زي مثل الأولية تمثل في الأسرة والرفاق اللي هم سواء في اللعب ولا رفاق الدراسة، رفاق العمل. الجماعة اللي تسبق الجماعة الثانوية زي مثلا الأحزاب السياسية، الهيئات العلمية، نقابات مهنية من حيث الظهور في حياة الفرد، وهذه تتأثر وبتأثر في تكوينه. أيضا يسبق الجماعة الأولية ظهور الجماعة الوثقي اللي هي سمى لها الأم والطفل وطفلها، الزوج والزوجة. هذه تمثل حتى هي إلى حد ما جماعة أولية، يعني يسبق الظهور فيها. أيضا يسبق الجماعة الثانوية ظهور الجماعة الوسطى اللي هو سكان الحي، نقول الشارع أو المنطقة أو البيئة أو نقول القرية أو المدينة. هذا كل سكان أيضا زي ما قلنا زملاء العمل، حتى هم يعتبروا من الجماعات أو جماعة الثانوية الظهور من الجماعة الوسطى. لو نجي نوضح في مقارنة بين الجماعة الأولية والثانوية، الجماعة الأولية يكون اتصال الفرد مباشر مع الجماعة ومستمر وعميق. الجماعة الثانوية تمثل الرغبات ونقول الحاجات العامة للفرد، ويتصف سلوكه بالقصد والاختيار. ومن أمثلتها المدرسة مثلا، الوزارة، المستشفى، تكون غير مباشرة وتعتمد على نقول وسائل اتصال غير مباشر كالصحف. فهذه الوجه المقارنة بين الجماعة الأولية والجماعة أو نقول الجماعة الأولية والثانوية، اللي هو يتمثل في احنا نقوله اتصال فرد مباشر زي ما قلنا مع الجماعة، وباستمرارية والديمونة فيها والعمق في هذا التواصل والاستمرارية. أيضا الجماعة الثانوية اللي يتمثل سواء من حاجات ورغبات بتكون عامة للفرد، وهنا يتصف سلوكه
سواء بالقصد والاختبار، وهذه قلنا منها على سبيل المثال زي الوزارة ولا مستشفى ولا مدرسة، وهذه كلها نقول عليها كيانات اعتبارية تكون غير مباشرة وتعتمد زي ما نقوله على وسائل اتصال غير مباشرة. فهنا من خلال تصنيفنا للجماعات وأنواعها، هي جماعات أولية وجماعات ثانوية. والجماعات الأولية يقولنا لها حسب التصنيف إلى أولية ثانوية على أساس بقية ظهور الجماعة في حياة الفرد، بالإضافة لأن قلنا الجماعة الأولية زي الأسرة ورفاق اللعب، والجماعة اللي تسبق الجماعة الثانوية زي الأحزاب السياسية والهيئات العلمية والنقابات المهنية، هذا من حيث الظهور في حياة الفرد، أيضا تأثير في تكوينه، وهذا يسبق الجماعة الأولية ظهور جماعة الوثقة اللي هي الوثقي اللي هو الطفل والأم والزوج والزوجة، وهذه لها علاقة في بعضها. يسبق الجماعة الثانوية ظهور جماعة الوسطى سكان الحي والمنطقة والشارع والقرية بإضافة لزملاء العمل. تكلمنا عن المقارنة حتى بين الجماعة الأولية والثانوية، وقلنا فيه بحسب أن الجماعة الأولية يكون اتصال الفرد يكون مباشر مع الجماعة ومستمر وعميق. الجماعة الثانوية تمثل رغبات حاجات عامة للفرد ويتصف سلوكه بالقصد والاختيار، ومن امثلتها زي ما قلنا المستشفى المدرسة وزارة، تكون غير رسمية وتعتمد على وسائل اتصال غير مباشرة زي الصحف والمجلات وغيرها من الوسائل. إلى هنا أعزائي الطلبة أنهي معكم هذه المحاضرة، لقائي بكم متجدد إن شاء الله في المحاضرة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوني نظرية التعلم، أول نوع اللي هو النظرية الارتباطية. طبعا النظرية الارتباطية هذه ظهرت فيها عدة محاولات حتى باش تضع نظريات التعلم، من ذلك اللي هي نظرية التعلم أو سنة نظريات التعلم الشرطي التقليدي، نظرية التعلم بالملاحظة أو المحاكاة، في نوع النظرية الارتباطية، نظرية المعرفية. فهنا حنتكلم عليه نظريتين اللي هي الارتباطية والمعرفية. حنتكلم عليه النظرية الارتباطية. طبعا من فروض هذه النظرية الارتباط بين المثير والاستجابة، وتنطوي هذه النظرية على مفهوم الارتباط الشرطي أو طريقة احنا نقول عليها الانفعالات، طريقة الانفعالات المنعكسة نقول عليها الشرطية. زي الإنسان يتعلم بالتعود والتكرار لكل عمل، يقترن بآثار سارة ومحببة، ويتجنب كل عمل أو تصرف يترتب عليه أي نتائج أو آثار سلبية أو مؤلمة. هذه بالنسبة للنظرية الارتباطية، يعني ارتباطها بالفرد أو العمل اللي بيقوم به، اللي هي توضح أن طريقة الانفعالات المنعكسة أو الشرطية في الإنسان يتعلم بالتعود والتكرار زي ما قلت، لكل عمل يقترن بآثار بتكون فيه سارة وأشياء إيجابية ومحببة، ويتجنب كل عمل أو تصرف اللي هو يترتب عليه أشياء غير سوية وغير صحيحة وتكون لها آثار سلبية ومؤلمة عليه. فنجي للنوع الآخر اللي هو النظرية المعرفية. النظرية المعرفية هذه من ضمن النظريات ونظريات التعلم، وهنا من فروضها أن السلوك في موقف معين طبعا يتحدد فقط تبعا للتجربة الماضية، ولكن يتوقف أيضا على مدى قدرة الإنسان على استيعاب المواقف الجديدة واكتشاف أوجه الشبه أو الخلاف بينهما وبين المواقف التي تعرض لها، وبالتالي يستطيع اختيار نمط السلوك الذي يحقق تناسب مع مقتضيات الموقف الجديد. يعني من ضمن النظرية هذه أو النظرية المعرفية طبعا فروضها أن كل الإنسان في موقف يكون موقف يتحدد، ما يكونش للتجربة الماضية، ما هوش لحاجة سابقة ومن خبرة سابقة، ولكن أيضا هنا يقولك على قدرة الإنسان على استيعاب المواقف الجديدة. يعني ممكن تكون فيه حسب احنا نقوله أفاق المعرفة اللي عنده، أو حسب ما تم التعرف عليه أو ما وصله من معلومات أو دراية أو معرفة، هنا مدى قدرة الإنسان على استيعاب المواقف الجديدة هذه
واكتشاف أوجه الشبه يعني بينها وبين المواقف اللي تعرض لها في السابق، يعني بيقارن بين الماضي والحاضر أو المستقبل الآتي في استيعاب المواقف الجديدة والتي كيف يتعامل بها حسب خبرته السابقة. يعني ولكن هي مواقف جديدة، معلومات جديدة، معارف جديدة تدرك من آفاقه أو معرفته في التصرف، وبناء عليه بتحدد مدى طريقة تصرفه واكتشافه أو اكتشاف أوجه الشبه بينها وبين أو الخلاف بينها وبين المواقف اللي ممكن تعرض لها في السابق. طبعا أهمية التعلم بالنسبة للإدارة في حالة الوظائف الشديدة، التخصص بيقفز تعلم مرة واحدة في البداية ثم يأخذ التناقص بعد ذلك حتى يصل لنقطة لا يحدث فيها أي تقدم علمي يذكر. هذه بالنسبة لأهمية التعلم بالنسبة للإدارة في حالة الوظائف الذهنية الميكانيكية زي الوظائف الاستشارية والعليا والهندسية والإدارية. والسمة المميزة لهذا ممكن توضح أن عملية التعلم تبدأ بطيئة في المرحلة الأولى وثم تتقدم ببطء شديد بعد مضي فترة من الزمن. هذه بالنسبة لي كمعلومة حول أهمية التعلم بالنسبة للإدارة. طبعا نأتي الآن إلى موضوع آخر من ضمن المؤثرات النفسية في السلوك ومن ضمن المواضيع اللي جانب الشخصية والتعلم اللي هو الإدراك. نأتي الآن إلى موضوع التعليم. طبعا إلى جانب التعلم في شيء نقول عليه التعليم، وباعتباره حنقول مفهوم التعليم يعني هو عملية ممكن كيف يصقل بها الإنسان أفكاره مهاراته، يعني عملية نقول عليها تفاعلية بيتحصل بها الإنسان على بعض الخبرات والمعارف زي ما نقوله معلومات من ذهن المعلم إلى ذهن المتعلم، يعني عن طريق طرف آخر نقول عليه المعلم أو الطريق من إلى المتعلم اللي هو اللي متلقي الخبرة والمعرفة اللي بيحتاجها. طبعا هي عملية بيكون هدفها إيصال هذه المعلومات مباشرة للمتعلم، والتعليم لا يربطه وقت محدد، ما فيش وقت محدد اللي هو يكون ملزم به للتعليم. فمن أبسط الأمثلة هو تعليم قيادة السيارات مثلا، لما بتعلم قيادة السيارة بأن هو يتعلم المتدرب من المدرب خبرته وطريقته في قيادة السيارة. طبعا تنتهي مرحلة التعليم عندما يتقن المتدرب عملية قيادة السيارة، وأن لم يتقنها يحتاج إلى وقت إضافي حتى يتقنها. وهذا ما ينطبق على نقول الطلبة في مجالهم في دراستهم في العملية التعليمية. البعض ممكن يخفق في بعض المقررات ويحتاج إلى احنا نقول إعادة التكميل فيها، أو نقول الدور تاني، أو إعادة امتحان، أو ممكن يأخذها معه للفصل أو السنة اللي بعدها ويقوم بإعادتها وإعادة امتحان مرة أخرى حتى يتمكن من النجاح فيها. فنفس الشيء المعنى بالنسبة لتعليم السيارة، القيادة السيارة تنتهي بمرحلة تعليم عندما يتقن المتدرب عملية القيادة، وأنه هو اكتفى بالمرحلة أو الأشياء التعليمية اللي احتاجها حتى نوصل إلى أنه هو يستطيع قود السيارة. وهذا زي ما قلنا ما ينطبق حتى على الطلبة في الامتحانات. الطالب يوصل لدرجة النجاح، فبالتالي أنه يكون أنجز كل المواد أو المقرر بكل ما فيه من المواضيع وامتحن فيه، ويوضح كمؤشر الدرجة اللي تحصل عليها تبين أن الطالب تمكن من هذه أو من هذا المقرر. أيضا في بعض التعليم في المجالات الأخرى وغيرها وغيرها، سواء في الأشياء الحرفية من النجارة، الحدادة، ورش السيارات غيرها، في كل المجالات اللي هي عملية تعليم، سواء في وضع المتدرب في دورة تدريبية وتأهيلية وتوصل أنه هو يتمكن من العمل اللي بيقوم به، ممكن التعلم على أجهزة حديثة أو جديدة في مجال العمل يحتاج أن يأخذ عليها دورة ويتعلم حتى كيف يشغل هذه الأجهزة أو الآلات في خطوط الإنتاج وغيرها. فهذا مفهوم التعليم، يعني عملية تعليمية، نقل خبرة، نقل فكرة، نقل معلومة من المعلم إلى المتعلم.
أيضا مقارنة زي ما قلنا بين التعليم والتعلم، فيطلق على الذي يقوم بالتعلم اسم المتعلم وخبرته ومعرفته تنمو بالتدريج، والذي يقوم بالتعليم اسم المعلم ويكون على قدر كبير ومخزون واسع من المعرفة والعلم. طبعا لا يتحقق التعلم إلا من خلال شنو؟ من خلال التعليم. فعندما تتوفر عملية التعليم يحدث التعلم، ومن خلال التعليم يتم صقل مهارة المتعلم. فمن المهم قياس أداء المتعلم قبل وبعد التعليم. يقوم التعليم على عدة عناصر، وهي الهدف من التعليم، وهو عرض خبرات المتعلم التي استطاع امتلاكها من خلال الاستماع والتلقي والحفظ حتى يتم تثبيت المعلومة. هنا يقع على عاتق المعلم يعني مسؤولية إرسال المعلومات، وعلى المتعلم استقبالها وتحليلها والعمل بها. أيضا يصبح التعلم هدف أو هدفا لتحقيق غاية معينة، والتعليم وسيلة لتحقيق هذا الهدف. فلولا التعليم لما حصل التعلم. الفرق واضح من خلال ما تقدم حول التعليم والتعلم، وزي ما قلنا على المتعلم استقبال البيانات أو المعلومات اللي يتحصل عليها، ويصبح التعلم هدفا لتحقيق غاية معينة، والتعليم يعتبر وسيلة لتحقيق هذا الهدف. يعني من غير التعليم لما يحصل التعلم أو لا يحصل التعلم على الإطلاق. فزي ما قلنا الفرق واضح من خلال ما تقدم ذكره حول هذه المقارنة بين التعليم والتعلم. أيضا التعليم في النهاية هو مشروع نقول عليه إنساني، الهدف منه أن يمكن المتعلم من تغيير احنا نقول تصرفاته أو سلوكياته، أيضا إدراكه، بالإضافة لتزويده وإكسابه المهارات المتعددة اللي ممكن أن نتوسع من احنا نقول تزيد من مداركه ومخيلته، واحنا نقول هو من حصوله تطوره ونموه، يعني يحاول بيطور من نفسه من مداركه بتزيده. طبعا يحدث التعلم ضمن إطار احنا نقوله من خلال المدارس مثلا، المؤسسات التعليمية والجامعات، في أي مكان ممكن تتوفر فيه شروط التعليم الأساسية. تقوم عملية التعلم على دور احنا نقوله المعلم في كيفية توصيل المعلومات والخبرات بشكل صحيح. طبعا لهذا إذا بنقول فشل المعلم في رسالته فشلت عملية التعليم. فالعامل المهم والأساسي في أن المعلم يكون على قدر كبير من الكفاءة والمقدرة على توصيل المعلومة والطريقة اللي ممكن يوصل بها المعلومة للمتعلم. طبعا زي ما قلنا فشل المتعلم في تعلمه والعكس صحيح، يعني إذا كان فشل في رسالته فتفشل هنا العملية التعليمية برمتها، وفشل المتعلم في تعلمه والعكس صحيح. فالاثنان تربطهما علاقة وثيقة، احنا نقوله ينجح أحدهما بنجاح الآخر إذا كان المعلم زي ما قلنا لقدر كافي من الكفاءة والمقدرة على توصيل المعلومة بطريقة صحيحة. فبالتالي هنا حتكون أمام المتعلم فرصة النجاح، وأمام المتعلم في الحصول على المعلومة بالطريقة المناسبة والصحيحة. أيضا كما ظهر حديثا ما يسمى بالتعليم الإلكتروني أو التعلم عن بعد، وفي يكون اعتماد المتعلم على خبرته أو خبرته السابقة في إدارة تعليمية وعلى الحاسوب في نقل وكسب المعرفة وتنمية المهارة. وهذا ما نقوم به الآن في الظروف الراهنة بعدم تمكن الطلبة من الحضور إلى المؤسسات التعليمية كالجامعة والمدارس. فبالتالي أتى دور التعليم أو نقول عليه التعليم الإلكتروني في وضع آلية من الآلية أو تعتبر من آلية حديثة في أو تقنية التعليم أو استخدام التقنية في العملية التعليمية اللي هي ما نقول عليه التعليم الإلكتروني عن طريق المحاضرات والدروس اللي تعطى من خلال زي ما قلنا الحاسوب أو الحاسب الآلي أو الكمبيوتر، ويتم عرض المحاضرات والدروس لتوصيلها للطلبة للاطلاع، وحتى الامتحانات ممكن تكون عن طريق الإلكتروني سواء عن طريق المنصة الإلكترونية
او عن طريق الانترنت بربط الجهات، وهذه ما تحتاج الى احنا نقوله البنيه التحتيه من خدماتها اللي بتكون تسهل امام الطالب وامام حتى المعلم في اعطاء هذه الدروس، ان بتحصل على احنا نقوله كتقنيه من خلال السرعه في استخدام الانترنت واستخدام احنا نقوله البرنامج الالكتروني اللي هو الفيديو، ومن خلال تحميل هذه المحاضرات وامكانيه الاطلاع من خلال الاطراف الاخرى كطالب وغيره اللي بيستفيد من هذه المحاضرات والدروس اللي ممكن يتلقاها عبر المنصه الالكترونيه. بهذا أعزائي الطلبة أنهي معكم هذه المحاضرة، أملي اللقاء بكم مجددا، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.